بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بمشيئة الله، في هذا المقرر مقرر الإحصاء أو مقرر الاحتمالات والإحصاء الهندسي لطلاب كلية الهندسة. بمشيئة الله اليوم المحاضرة هي محاضرة تعريفية أو مقدمة، حنتعلم فيها في الحقيقة المفاتيح الرئيسية في مقررنا، مقرر الإحصاء والاحتمالات أو الاحتمالات والإحصاء. بداية حنبدأ بالجزء الأول، الإحصاء. في الحقيقة الإحصاء الاستاتستكس لها معنيان، في الاستخدام الأكثر شيوعا تشير الإحصائيات إلى الحقائق العددية، مثلا الأرقام التي تمثل دخل أسرة وهكذا عمر الطالب إلى آخره. هذا المعنى الأكثر شيوعا. طبعا المعنى الآخر اللي هو المعنى العلمي، اللي هو يشير إلى تخصص أو حقل الدراسة، أو بمعنى آخر حنعرف الإحصاء بالتعريف البسيط التالي. طبعا إحنا الإحصاء حنقول هو عبارة عن a group of methods used to collect, analyze, present and interpret and to make decisions. طبعا حاولت في الحقيقة خاصة في هذا الباب أجمع بين التعريفات أو المفاتيح لهذا المقرر باللغة العربية واللغة الإنجليزية، بحيث استفيد منها الطالب سواء في كلية الهندسة أو في الكليات الأخرى التي تدرس هذا المقرر باللغة العربية. فالإحصاء هو مجموعة من الأساليب المستخدمة لجمع البيانات ثم تحليلها ثم عرضها وبعد كذا تفسيرها، وفي الأخير في الحقيقة يتم اتخاذ القرار اللي هو الديسيجنز. طيب، طبعا هذا التعريف، يعني كل كلمة في الحقيقة بعد كذا حندرسها في محاضرة. في الحقيقة احنا في حياتنا اليومية نتخذ قرارات، هذه القرارات قد تكون شخصية أو متعلقة بالعمل أو أي نوع من أي نوع آخر، وعادة ما يتم اتخاذ هذه القرارات في ظل ظروف من عدم اليقين في كثير من الأحيان. ليس للمواقف أو المشكلات التي نواجه في العالم، طبعا لا يوجد هناك حل دقيق او محدد للمشكلات الحقيقيه التي نواجهها في العالم. لذلك تساعدنا الاساليب الاحصائيه على اتخاذ قرارات علميه وذكيه في مثل هذه المواقف. طبعا هذه المواقف او القرارات التي تكون مدروسه باستخدام الاساليب الاحصائيه، في الحقيقه احنا نسميها تسمى هذه القرارات أو بالتخمينات المدروسة. يعني كوننا استخدمنا أساليب إحصائية في الحقيقة حنسميها إحنا إيه؟ تسمى بالقرارات أو التخمينات المدروسة. طيب، طبعا لو اتخذنا قرارات بدون أساليب إحصائية أو علمية، في الحقيقة حتكون هي مجرد تخمينات، وبالتالي حتكون إيه؟ غير موثوقة. على سبيل المثال، يعني شخص فتح متجر كبير في منطقة مع أو بدون تقييم الحاجة إليه، فهذا قد يؤثر على نجاحه، كما الحال في جميع مجالات الدراسة تقريبا. طبعا بالنسبة للإحصاء في الحقيقة نستطيع نقسمه إلى قسمين، إحصاء نظري وإحصاء تطبيقي. الإحصاء النظري أو أحيانا يسمى الإحصاء الرياضي يتعامل مع تطوير واشتقاق وإثبات النظريات والصيغ والقواعد والقوانين الإحصائية، هذا الإحصاء النظري. أما الإحصاء التطبيقي وهو مجال دراستنا في الحقيقة، فهو يتضمن تطبيقات هنطبق هذه النظريات التي عرضت أو برهنت في الإحصاء النظري. هنستخدم النظريات، الصيغ، القوانين لحل المشاكل التي نواجهها في العالم التي نواجه في العالم الحقيقي. طيب،
طيب في الحقيقة أيضا حنقسم الإحصاء بدور يمكن تقسيمه إلى، طبعا هذا هو ملخص برضو لمفهوم الإحصاء النظري والإحصاء التطبيقي، برضو أنا كاتبه هنا بالإنجليزي وبالعربي. فحنقول على has two aspects, a theoretical mathematical deals with the development, derivation and proof of statistical theorems, formulas, rules, laws إلى آخره. الـ applied statistics حنطبق الأشياء الموجودة في النظري، هي عبارة عن الـ applications of theorems, formulas, rules من أجل نحل إيه؟ to solve the real world. طيب برضو في الحقيقة في عندي قسمين هامين في الإحصاء، اللي حنقسمه إلى قسمين، اللي هو الإحصاء الاستدلالي اللي هو الانفرنشال ستاتستكس والديسكريبتيف ستاتستكس. طبعا حيكون في عندي نوعين من الإحصاء. طبعا احنا في الحقيقة في مقررنا حنركز على النوع اللي هو الديسكريبتيف ستاتستكس. في الحقيقة هذا النوع من الإحصاء الوصفي حيتكون من الميثودز اوف اورجنايزنج ديسبلينج اند ديسكرايبنج داتا باي يوزنج تيبل جرافس اند سمري ميجرز. حنستخدم في الحقيقة في مقارنة حنركز على هذا النوع من الإحصاء اللي هو الإحصاء الوصفي، اللي هو يتكون من طرق لتنظيم البيانات وعرضها ووصفها باستخدام الجداول والرسوم الإيه والرسوم البيانية والمقاييس الموجزة. طبعا حندرس كل هذه المصطلحات، حندرسها بعد كده بالتفصيل، حنتعلم كيف نكون التيبل الجداول والجرافات إلى آخره. فمثلا نحن في الحقيقة في الإحصاء الوصفي نفرض أن لدينا معلومات عن درجات اختبار الطلاب المسجلين في فصل أو في مقرر الإحصاء. طبعا في المصطلحات الإحصائية طبعا حيكون في عندي مصطلحات أو keywords إلى آخره، حنسمي مجموعة الأرقام الكاملة التي تمثل درجات الطلاب بالبيانات، وحيسمى كل طالب عنصر، ودرجة كل طالب حتسمى ملاحظة. طبعا هذه المفاهيم حنقولها بعد قليل إن شاء الله. طبعا في الحقيقة البيانات في الأصل حتكون كبيرة جدا، حيكون لديها بيانات كبيرة جدا، وفي الحقيقة في هذه الحالة البيانات لن تكون مفيدة جدا في استخلاص النتائج أو اتخاذ القرارات. يعني عندما تكون البيانات كبيرة لا أستطيع أن أصل إلى نتيجة ولا أستطيع أن أتخذ قرار. فلذلك باستخدام علم الإحصاء اللي هو الديسكريبتيف ستاتستكس نستطيع نستخلص النتائج أو نتخذ القرارات من عمل الجداول الرسوم البيانية الموجزة، بدلا من استخلاص النتائج من الإصدار الأصلي لمجموع البيانات. يعني حيكون عندي مجموع بيانات كبيرة، ما أستطيعش أستخلص النتائج أو أتخذ قرار، لابد أعيد صياغة هذه البيانات الكبيرة على شكل تيبل جداول، على شكل رسوم بياني وهكذا. طبعا هذا العلم أو هذا الجزء من الإحصاء في الحقيقة احنا نسميه الديسكريبتيف ستاتستكس. في الحقيقة هذا النوع من الديسكريبتيف ستاتستكس أو الإحصاء الوصفي حيساعدنا كثير في القيام بالتحليل للنتائج المعروضة علينا. طيب برضو القسم الآخر اللي هو الإحصاء الاستدلالي أو الانفرنشال ستاتستكس. طبعا الانفرنشال ستاتستكس consists of method that use simple results to help make decisions or prediction about a population. طبعا في عندي هنا مصطلحات أو مفاتيح برضو حنشرحها بعد قليل، اللي هي السمبل والبوبوليشن. فالإحصاء الاستدلالي في الحقيقة يطلق على مجموعة كافة العناصر محل الاهتمام، حنسميها السكان أو المجتمع. اختيار بعض العناصر من هذا المجتمع حنسميه بالعينة السمبل. في الحقيقة احنا عرفنا الآن مفهومين هامين، حنقولهم برضو بعد قليل مع الأمثلة. وعندما نختار أو نتكلم عن مجموعة كافة العناصر، يعني العناصر كلها، في هذه الحالة حنسمي على هذه المجموعة، حنطلق عليها اسم السكان،
أو المجتمع أو البوبوليشن. أما إذا اخترنا بعض العناصر في هذا المجتمع حنسميه الـ assembly. طيب، هذا النوع من الإحصاء في الحقيقة يتناول جزء كبير من اتخاذ القرارات والاستدلالات والتنبؤات بشأن المجتمع بناء على النتائج التي يتم الحصول عليها من العينات. على سبيل المثال، مثلا عندما الآن نحن نتكلم عن الإحصاء الاستدلالي، مثلا قد نتخذ بعض القرارات بشأن وجهات النظر، مثلا وجهات النظر الاقتصادية لجميع طلاب الكليات والجامعات بناء على وجهة النظر الاقتصادية. يعني حنخذ مثلا 1000 طالب، أو عندي الجامعات والكليات كلها، هذه نسميها احنا البوبوليشن، أو نسميها السكان أو المجتمع. لو اخترنا 1000 طالب ونشوف وجهات نظرهم، لو اخترنا 1000 طالب من هذه الكليات والجامعات، في الحقيقة هذه تسمى العينة. مثال آخر، قد نرغب، يعني أحيانا نريد نعرف الراتب المبدئي لخريج جامعي نموذجي، حنختار 2000 من خريج الجامعات. يعني عندي الجامعات هذا المجتمع أو السكان أو البوبوليشن، إذا اخترنا 2000 هذه العينة أو السمبل، فإحنا حنختار 2000 من خريجي الجامعات الجدد ونحدد رواتبهم الأولية ونتخذ قرارا بناء على هذه المعلومات. إذا هذا المجال أو مجال الإحصاء الاستدلالي في الحقيقة هو يتعامل مع إجراءات اتخاذ القرار. إذا حنقول يشار إلى مجال الإحصاء، الذي يتعامل مع إجراء اتخاذ القرار، هذا يسمى الإحصاء الاستدلالي. أحيانا ممكن نسميه الإحصاء الاستدلال الاستقرائي أو الإحصاء الاستقرائي. وبالتالي في الحقيقة أنا حاولت أكتب لكم هنا ملخص التعريف اللي حنقول إيه، يتكون من الطرق التي تستخدم السيمبل ريزلتس، يعني حناخذ النتائج من العينة لاتخاذ القرار أو التنبؤ حول المجتمع. يعني حناخذ نتائج من عينة، الحاجة الصغيرة، عشان أتنبأ بالنتائج للمجتمع. طبعا في الحقيقة مصطلح المجتمع أو العينة اللي حنواجهها بشكل كبير جدا. طبعا مهم جدا نحن نفرق، ننتبه لهذين المصطلحين اللي هو البوبوليشن والسمبل، اللي هو العينة والمجتمع. مثلا عندي أمثلة كثيرة، مثلا عندي النسبة المئوية لجميع الناخبين في مدينة ما الذين سيصوتون لمرشح معين في الانتخابات، إجمالي مبيعات جميع الشركات في مدينة مثلا الرياض العام 2009، أسعار جميع المنازل في جدة، وهكذا. من هذه الأمثلة، فالإحصائي يهتم بجميع الناخبين وبجميع الشركات وبجميع المنازل، وتسمى حنسمي هذه المجموعات حنسمي إيه؟ السكان أو المجتمع أو البوبوليشن. طبعا مهم جدا، في عندي ملاحظة إنه في الإحصاء البوبوليشن أو السكان أو المجتمع ليس بالضرورة تكون مجموعة من الناس. يعني لا أقصد في أنها تكون مجموعة فقط من الناس، ممكن يكون في الواقع مجموعة من الأشخاص أو نوع من العناصر مثل المنازل أو الكتب أو أجهزة التلفزيون أو السيارات، هذه مجتمع أو سكان. ومن ثم حنطلق على المجتمع أو السكان محل الاهتمام، حنطلق عليها المجتمع المستهدف أو السكان المستهدف. طيب، وكذا نكون انتهينا في الحقيقة. هذا مثال بسيط على البوبوليشن والسيمبل. عندي البوبوليشن كونسيست اول اليمنتس، عندي الاول اليمنتس، وهذه رسمة بسيطة للبوبوليشن، وهذا رسمة بسيطة للسيمبل. عندي السيمبل هو عبارة عن بورشن اوف ذا اليمنتس سيلكتد from the population، يعني السيمبل هي جزئية من المجتمع اللي هو البي، وهذا تعريف بسيط. طبعا احنا السكان اللي حيتم دراستهم حنسميهم ايه؟ السكان المستهدفين، وهذا هو هنا بالعربي. العينة هي جزء من السكان المختارين للدراسة، على انه عينة، يعني لما اختار جزء
أما السكان أو المجتمع يتكون من جميع عناصر أفرادا أو عناصر أو أشياء التي تتم دراسة خصائصها. طيب، في الحقيقة هذه مفاهيم بسيطة لابد تكون موجودة عندنا، المفاتيح لابد تكون موجودة عندنا. طيب، نأتي إلى في الحقيقة إلى نقطة أخرى، إلى مفهومين آخرين، اللي هو السنسز أند السيرفي والسنسز، يعني المسح والتعداد. في الحقيقة لو جمعنا المعلومات من عناصر المجتمع أو العينة، هذه حنسميها بالمسح أو السيرفي، هاي نسميها مصطلح السيرفي حكم موجود أهو عندي. في عندي برضو مصطلحين هامين، اللي هو عملية المسح والتعداد، السيرفي اللي هو المسح، والسنسز اللي هو التعداد. بالتالي لو جميع يعني لو جمعنا معلومات من المجتمع أو العينة، هذه حنسميها بالمسح أو السيرفي. طيب، ويطلق على المسح الذي يشمل كل عنصر من عناصر السكان المستهدفين اسم التعداد. إذن لابد نفرق بين مصطلحين هامين، اللي هو المسح السيرفي والسنسز اللي هو التعداد. طبعا في كثير من الأحيان أحيانا يكون عدد السكان المستهدفين كبير جدا، ومن ثم من الناحية العملية نادرا ما يتم إجراء التعداد، لأنه مكلف ويستغرق وقتا طويلا. يعني أحيانا ما استطيعش عمل تعداد أو دراسة للمجتمع كامل. في كثير من الحالات حنقول يكون من المستحيل تحديد كل عنصر من عناصر المجموعة السكانية المستهدفة. لذلك لإجراء مسح نقوم باختيار عينة وجمع المعلومات المطلوبة من العناصر المدرجة في تلك العينة، ثم نتخذ القرارات بناء على هذه المعلومات النموذجية. طبعا يسمى هذا المسح، أو هذا المسح الذي أجريناه على عينة حنسميه بمسح العينة. مثلا إذا قمنا بجمع معلومات حول دخل عام 2009، مثلا أخذنا عام 2009 و2010 لجميع جميع العائلات مثلا في الرياض، فسيتم الإشارة إلى ذلك على أنه التعداد السكاني. طيب، هذا إذا جمعنا معلومات حول دخل كل الأسر حنسميه التعداد السكاني. إذا قمنا بجمع، إذا أخذنا فقط 50 أسرة من الرياض العام 2009 و2010، فسوف يطلق عليه مسح العينة. إذا نركز بين لفظ التعداد ومسح العينة. طيب، عندي هنا الخلاصة في الحقيقة لتعريف التعداد: the collection of information from the elements of the population or symbol is called survey. هذا التعداد. المسح: a survey that includes a census اللي هو المسح، هو عبارة عن التعداد، أقصد هو عبارة عن مسح يحتوي على كل عنصر للمجتمع المستهدف. فمثلا عندي مرة أخرى، لو جمعنا معلومات حول دخل عام 2009 لجميع العائلات في الرياض مثلا، فسيتم الإشارة إلى ذلك على أنه التعداد السكاني. لكن لو قمنا بجمع معلومات 50 أسرة من الرياض العام 2009، فسوف يطلق عليه مسح العينة أو سيمبل سيرفي. طيب، هذه في الحقيقة نبذة بسيطة عن المفهومين سيرفي و سينسز. طيب، المهم جدا طبعا في الحقيقة احنا الغرض من إجراء مسح عينة هو اتخاذ قرارات بشأن المجتمع المعني أو السكان المعنيين. لذلك من المهم أن تكون النتائج التي تم الحصول عليها من مسح العينة، يعني العينة الصغيرة اللي أخذناها 50 عائلة، يجب أن تكون متطابقة بشكل وثيق مع النتائج التي يمكن أن نحصل عليها من خلال إجراء التعداد. لابد يكون في تطابق. ما لم فإن أي قرار يعتمد على مسح العينة لن ينطبق على السكان المعنيين أو المجتمع المعنيين. وإحنا قلنا المجتمع المعنيين هنا أو السكان المعنيين هما العائلات
الرواتب الأسر في عام 2009 في الرياض. طيب، فمثلا حنقول على سبيل المثال للعثور على متوسط دخل الأسر التي تعيش في مدينة الرياض من خلال إجراء مسح بالعينة، يجب أن تحتوي العينة على أسر تنتمي إلى مجموعات دخل مختلفة، لا بد تكون الدخول مختلفة بنفس النسبة الموجودة تقريبا في السكان. وفي الحقيقة في هذه الحالة هذه العينة حنسمي عينة تمثيلية، هذه حنسمي representative symbol، symbol that represent the characteristics of the population as closely as possible is called، حنطلق عليها ايه representative symbol. إذا العينة التمثيلية هي العينة التي تمثل خصائص السكان أو المجتمع بأكبر قدر ممكن. طيب، في الحقيقة هذه العينة قد تكون راندوم سامبل، قد تكون عشوائية. راندوم سامبل، طبعا العينة العشوائية في الحقيقة each element of the population has، إن في عندي a chance of being included in the symbol. هذه العينة العشوائية يعني لكل عنصر من عناصر المجتمع فرصة الانضمام إلى العينة، يعني كل عنصر له الفرصة. يعني لما اختار عينة عشوائية، يعني عندي كيس واخذ عينة عشوائية، يعني كل عنصر له فرصة الانضمام إلى العينة، من ثم حنقول على هذه العينة ايه عشوائية. طيب، لكن هذا الكلام في الحقيقة في حالة العينة النون راندوم سيمبل، this may not be the case، يعني لا يمكن في حالة العينة الغير عشوائية قد لا يكون الحال كذلك. يعني العينة العشوائية لما نكون احنا محددينها مش حيكون بهذا الشكل. طيب، طبعا الاختيار العينات، احدى طرق اختيار العينة العشوائية هي طريقة، في عندي طرق لاختيار العينة العشوائية، طريقة القرعة أو طريقة الايه السحب. مثلا إذا أردنا اختيار 5 طلاب من فصل مكون من 50 طالبا، فإننا نكتب كل اسم من الأسماء الـ50 على قطعة منفصلة. يعني عندي 50 طالب، أروح كاتب ورق كل طالب أكتبه بقطعة منفصلة، ثم نضع كل هذه الأوراق أو هذه الشرائح نضعها في صندوق ونخلطها جيدا، ونقوم بسحب 5 قصاصات من الصندوق بشكل عشوائي. هنا في الحقيقة كل قطعة أو كل قصاصة حيكون لها فرصة الاختيار للعينة اللي احنا نريدها. يعني لما أريد أختار خمس قصاصات أو 5 أوراق، الـ50 قصاصة أو الـ50 ورقة لها فرصة الانضمام إلى العينة. طيب، إذا الأسماء الـ5 اللي حنختارها حتعطي عينة عشوائية، في هذه الحالة حتكون العينة عشوائية random sample. لكن لو قمنا بترتيب جميع الأسماء الـ50 أبجديا، ثم حددنا الأسماء الخمسة الأولى في القائمة، يعني عندي أبجديا رحت رتبت الـ50 اسم أبجديا واختار 5، إذا حختار الـ5 الأولى، في هذه الحالة العينة لن تكون إيه عشوائية. يعني ليس العينات كلها حيكون لها فرصة الانضمام إلى العينة اللي حختارها. يعني حنقول لأن الطلاب المدرجين في القائمة من السادس، يعني محدد رقم 6 إلى الـ50، ليس لديهم فرصة لإدراجهم في العينة. طيب، طبعا عندي في أخذ، نستطيع نأخذ العينات، في عندي أخذ العينات بالاستبدال، وفي عندي أخذ العينات بغير استبدال. في الحقيقة يحتوي المجتمع على نفس، في حالة يعني العينة أخذها مع الاستبدال، يعني أخذ وأرجع أستبدل، أختار ورقة ثم أعيدها، في هذه الحالة المجتمع هيحتوي على نفس عدد العناصر في كل مرة. يعني اخترت 5 ورجعتهم، في هذه الحالة المجتمع أو هذه الصندوق الذي يحتوي 50 ورقة هيحتوي على نفس عدد العناصر في كل مرة يتم فيها
الاختيار. نتيجة لذلك قد يعني نتيجة لأن احنا نعمل استبدال، يعني اخترنا 5 ورجعناهم. في الحقيقة في هذه الحالة نتيجة لذلك يعني قد اختار نفس العنصر أكثر من مرة في مثل هذه العينة. فاحنا نتخيل صندوق يحتوي على 25 كرة من ألوان مختلفة. لنفترض أننا رسمنا كرة من الرخام وسجلنا لونها ثم وضعناها مرة أخرى في الصندوق قبل رسم الكرة التالية. يعني اخترت كرة ورحت رسمت هذه الكرة أو لونتها، وفي كل مرة نسحب فيها كرة من هذا الصندوق. في هذه الحالة حيكون الصندوق محتويا على 25 كرة، وهذا مثال على أخذ العينات مع الاستبدال. يعني معي صندوق فيه 25 كرة، أختار كرة وسجل لونها وارجعها مرة ثانية، واختار كرة وسجل لونها، يعني حيبقى المجتمع حقي نفس العدد. ممكن العنصر اللي اخترته في الأول اختاره مرة ثانية. برضه مثال على ذلك بحرقة حجر النرد عدة مرات، هي مثال آخر على أخذ العينات مع الاستبدال. ليه؟ لأن كل رمية لها نفس النتائج الست المحتملة. طيب في الحقيقة في معظم الأحيان تكون العينات المأخوذة في الإحصاء بدون استبدال. فمثلا لو عندي استطلاع الرأي يعتمد على عدد معين من الناخبين الذين تم اختيارهم من بين جميع الناخبين المؤهلين، في هذه الحالة لا يتم اختيار نفس الناخب أكثر من مرة، وهذا مثال على أخذ العينات بدون استبدال. طيب نعود مرة أخرى في الحق للمفاهيم، برضو ما زلنا عند المفاهيم الأساسية أو المصطلحات الأساسية والتي سوف نستخدمها في هذا المقرر بشكل متكرر، منها العنصر، المتغير، الملاحظة، مجموع البيانات. حنعرفهم طبعا، يهمنا كثير هذه التعريفات تطبيقها بعد كذا. العنصر او الاليمنت اور ممبر هو عباره عن سيمبل اور بوبوليشن سبيسيفيك سبجكت اور اوبجكت اباوت وذ ذا انفورميشن از كولكتد. طبعا العنصر او عضو العينه او المجتمع هو موضوع او كائن محدد، مثلا شخص بيرسون، فيرم، شركه، ايتم، ولايه او محافظه، كنتري، دوله الى اخره. فما نقول في الحقيقة عليه إيه؟ العنصر أو المنبر. طيب نأتي إلى في الحقيقة مصطلح آخر، وهذا المصطلح مهم جدا جدا، اللي هو المتغير الفاريبل. طبعا الفاريبل is a characteristic under the study or under study that assumes different values for different elements. فالمتغير هو الخاصية قيد الدراسة التي تفترض قيما مختلفة لعناصر مختلفة. في الحقيقة المتغيرات احنا ممكن نرمز لها بعد كده بإكس واي وزد. هذا تعريف المتغير. طبعا الثابت حيكون نقيض ذلك، حنقوله على النقيض in contrast to a variable the value of a constant is fixed. طبعا حنتكلم بشكل كثير حول المتغير لأنه يهمنا احنا كثير. مثلا عندي أمثلة للمتغيرات اللي هو الدخل، الأسر، عدد المنازل المبنية في مدينة ما شهريا خلال العام، أنواع السيارات المملوكة للأشخاص، إجمالي أرباح الشركات، عدد وثائق التأمين التي يبيعها من دون مبيعات خلال اليوم. طبعا يفترض المتغير قيما مختلفة لعناصر مختلفة. كما طيب أمثلة أخرى، إحنا حنقول إذا قمنا بجمع معلومات عن دخل الأسر فمن المتوقع أن يكون هذه الأسر دخل مختلف، على الرغم من أن بعضها قد يكون له نفس الدخل. طبعا هذا المفهوم حنقول يفترض المتغير
يفترض أن نغير قيما مختلفة لعناصر مختلفة. ومع ذلك بالنسبة لبعض العناصر في مجموعة البيانات قد تكون قيم المتغير هي نفسها، يعني أحيانا ممكن تكون قيم المتغير نفسها. فمثلا لو جمعنا معلومات عن دخل الأسر، فمن المتوقع أن يكون لهذه الأسر دخل مختلف، على الرغم من أن بعضها قد يكون له نفس الدخل. طبعا كما قلت قبل قليل ممكن نشير للمتغيرات بـ X Y و Z. لدينا برضو مفهوم آخر اللي هو الايه؟ الاوبزرفيشن اور ميجرمنت. The value of a variable for an element is called an observation or measurement. الملاحظة أو القياس، هنسمي قيمة المتغير، يعني القيمة لهذا المتغير لعنصر ما هنسميه بالملاحظة أو القياس. طيب نشوف مفهوم آخر، أعتقد اللي هو الداتا سيت. برضو الداتا سيت نستطيع نعرفها عبارة عن collection of observation on one or more variables، أو هي عبارة عن مجموعة الملاحظات حول متغير واحد أو أكثر. ننتقل الآن إلى مفهوم في الحقيقة مهم جدا جدا، التقسيم الإيه؟ تقسيم المتغيرات. في الحقيقة احنا نستطيع المتغيرات حتكون عندي، هنبدأ بالقسم الأول اللي الكوانتيتيف فاريبل، أو نقول عليه المتغير الكمي. طبعا المتغير الكمي احنا بعد قليل حنقسمه أيضا إلى ديسكريت وكونتينوس فاريبلز. تعريف بسيط للمتغير الكمي، يعني أهم خواص المتغير الكمي أنه كان بي ميجرد نيموريكالي، هذا حنسميه كوانتيتيف فاريبل. يعني المتغير، من علامة المتغير الكمي ان احنا نستطيع نقيسه عدديا. طبعا والبيانات التي يتم جمعها على متغير كمي هذه حنسميها برضه بيانات كمية او كوانتيتيف فاريبلز. طبعا مهم جدا برضه ننتبه لنقطة هامة، متى نقول عن هذا المتغير انه متغير تمي quantitative discrete، متى نقول عليه انه continuous. في هنا ملاحظات بسيطة، على طبعا بعد كده ان شاء الله حنكون تطبيقات على كل هذه التعاريف او هذه المصطلحات. فانا عندي الديسكريت فاريبل هو المتغير اللي نستطيع نعده. A variable whose values are countable is called a discrete variable. او حنقول in other words a discrete variable can assume only certain values with no intermediate values. يعني حتكون قيم معينة بالنسبة للمتغير المنفصل، حتكون قيم معينة يعني نقاط معينة. مثلا عندي يمكن قبل ما ندخل للمتغير النوعي الآخر، مثلا عندي بالنسبة للمتغير للديسكريت، في عندي في الحقيقة أمثلة بسيطة. مهم جدا نفرق بين الديسكريت والكونتينوس. فمثلا عندي الديسكريت أمثلة عليه عدد السيارات المباعة في أي يوم، مثلا عندي وكالة سيارات وعندي المبيعات للكارز، كار سولد اون وان دي ات كار ديلر شيب، هي عباره عن ديسكريت فاريبل وهذا متغير منفصل. ليه؟ لانه عدد السيارات المباعه ما اقدرش اقول عدد السيارات المباعه واحد ونص ولا واحد وربع، لا حتكون يا صفر يعني ما بعناش، او واحد او اثنين او ثلاثه، ويمكن عدها. لا يمكن ان يكون عدد الساعات السيارات المباعه بين صفر واحد او بين واحد واثنين. مثال اخر على المتغيرات المنفصله، عدد الاشخاص الذين يزورون البنك في يوم ما، عدد السيارات في موقف السيارات، عدد الماشية التي يمتلكها المزارع، the number of students in a class، وهكذا. هذه كلها أمثلة على البيانات المنفصلة. لكن الـ continuous variable، هنقول الـ continuous variable، a variable that can
assume any numerical value over a certain interval or intervals، راح نقول عليه continuous variable، يعني المتغير اللي يمكن ان يتخذ اي قيمه عدديه خلال فتره او فترات معينه نسميه بالمتغير بالمتغير المستمر. مثلا عندي الوقت المستغرق لاكمال اختبار هو مثال على المتغير المستمر discrete variable، لانه يمكن ان ياخذ قيمه، مثلا خلينا احنا نقول الاختبار بين 30 و 60 دقيقه، قد يكون المستغرق الذي حياخذه الطالب 42 دقيقه بوينت 6 او 42 دقيقه بوينت 67 دقيقه وهكذا. مثال اخر، يمكن قياس طول الشخص الى 10 البوصه او الى 100 من البوصه وهكذا، ومع ذلك لا نستطيع حساب الوقت او الارتفاع بالطريقه المنفصله او باستخدام الديسكريت. امثله اخرى على المتغيرات المستمره الكونتينوس اوزان الاشخاص، انتاجيه البطاطس بالريال لكل فدان وهكذا. في الخلاصه في الحقيقه حنقول النقطه دي الهامه، لاحظ ان اي متغير يتضمن المال يعتبر متغير مستمر. طيب ننتقل الى المتغيرات النوعيه او الفئويه اللي احنا نسميها كواليتاتيف اور كاتيجوريكال. طبعا هذه المتغيرات variable that cannot assume a numerical، يعني ليست numerical، ليست عددية اللي هي qualitative. هناك ال quantitative عددية، هنا assume، حنفترض معذرة، حنفترض أنها ليست عددية، cannot assume a numerical but can be classified into two or more non-numerical categories، هنقول على qualitative or categorical variable. المتغير الذي لا يمكن، يعني ليس عددي لكن يمكن تصنيفه إلى فئات، فئتين أو أكثر غير رقمية، يعني احنا نسميه متغير نوعي أو فئوي qualitative. طبعا برضه البيانات اللي حنجمعها على مثل هذا المتغير حنقول عليها البيانات الفئوية أو الفئوية أو النوعية. طبعا لدي أمثلة كثيرة على الكواليتيف فاريبل، مثلا حالة الطالب الجامعي يعتبر متغيرا نوعيا كواليتيف فاريبل، لأنه يمكن أن يندرج الطالب ضمن أي من الفئات الأربع، يعني يستطيع حالة الطالب، هذه نقول عليه متغير فئوي أو كواليتيف فاريبل، لأنه يستطيع ما أقول الطالب مثلا، ممكن نقول على الطالب أنه مثلا فريشمان جديد او سوفومور طالب في السنه الثانيه، او ممكن ممكن نقول او مبتدئ او كبير، يعني في له اكثر من حاله، ممكن نقول على جونيور سينيور، يعني في له اربع حالات مثلا، هذا نقول عليه متغير فئوي او كريتيتيف فاريبل. في امثله اخرى، جنس الشخص، العلامه التجاريه لجهاز الكمبيوتر، نوع السيارة the make of a car، the opinion of people آراء الناس، the brand of a computer وهكذا، العلامة التجارية للكمبيوتر. هذه أمثلة على، طبعا نستطيع أن نلخص تقسيم المتغيرات بهذا الشكل أو الفاريبل، هيبقى عندي كونيتيتيف الفاريبل نقسمه إلى كونيتيتيف كواليتيتيف، والكونيتيتيف نستطيع نقسمه إلى ديسكريت وكونتينوس. وهذه أمثلة بسيطة عليها، يعني هذه الصفحة تلخص الأشياء السابقة. في الأخير في عندي مفاهيم، برضو مفاتيح لابد تكون موجودة لدينا، اللي هو بيانات الكروس سكشن، كروس سكشن داتا، داتا كولكتد اون ديفرنت اليمنتس ات ذا سيم بوينت ان تايم اور فور ذا سيم بيريود، يعني لو عندي عناصر مختلفة، يعني جمعنا بيانات لعناصر مختلفة في نفس النقطة الزمنية أو نفس الفترة الزمنية، هذه نسميها كروس سكشن داتا. الكروس سكشن داتا هي عبارة عن البيانات اللي جمعناها من عناصر مختلفة، يعني عندي عناصر مختلفة ولكنها في نفس النقطة الزمنية. طبعا مثال أبسط مثال اللي هو دخل ل 200
الانفورميشن اون انكمز اوف 100 فاميليز في عام 2009. مثلا لو عندي دخل 100 اسره في عام 2009، هذا مثال على بيانات المقطع الارضي او الكروس سكشن. يعني عندي عناصر مختلفه اللي هي الاسر، وعندي البريود اللي هو عام 2009 و2010. هذا مثال على الكروس سكشن ديتا. طيب ننتقل تقريبا المفهوم قبل الأخير اللي هو التايم سيريز ديتا. طبعا من خلال التعريف نستطيع، أنا عندي التايم سيريز ديتا، حنقول ديتا كولكتد اون ذا سيم إليمنت، يعني لنفس العنصر، لكن فور ذا سيم فيريبل، يعني نفس العنصر اللي هو المتغير، at different points. لابد نفرق بين التايم سيريز داتا والكروس سكشن داتا. انا حكون المختلف اللي هو الزمن، البوينتس ان تايم او البريود، حتكون ايه؟ حتكون مختلفة. هذه البيانات حنقول عليها بيانات السلاسل الزمنية، هذه تسمى بيانات السلاسل الزمنية، فيها نفس العنصر لكن في نقاط زمنية مختلفة أو فترات زمنية مختلفة. آخر جزئية في هذه المحاضرة اللي هي المقدمة اللي هي sources of data. طبعا يعد في الحقيقة توفر البيانات الدقيقة أمرا ضروريا للحصول على نتائج موثوقة. طبعا البيانات احنا في الحقيقة نستطيع نقسمها إلى قسمين، خارجي داخلي تاريخي مسوحات أو تجارب وهكذا. مثلا عندي البيانات مصادر داخلية، ملفات موظفي شركة، السجلات المحاسبية وهكذا. طبعا ليس بالضرورة أن تكون البيانات متاحة من مصادر داخلية، فأحيانا نحتاج إلى المصادر الخارجية للحصول على البيانات. مثلا عندي الملخص، مثلا الإحصائي في المملكة. طيب مرة أخرى، معذرة حدث خطأ هنا، النت فصل عندي. طيب عندي مثلا مصادر البيانات، مصادر البيانات مصدر خارجي، مثلا عندي الملخص الإحصائي في المملكة الذي يصدر سنويا. طيب نكتفي في الحقيقة بهذا القدر. طبعا نستطيع الحصول على المصادر، ملخصات إحصاء التعليم من منشور الكتاب، منشورات كما قلنا الإحصائية أو التي تنشر سنويا وهكذا. نستطيع برضه نحصل على البيانات من الدوريات، من المواقع الرسمية، طبعا لابد تكون موثقة، مواقع رسمية وهكذا. حكتفي بهذا القدر، وبمشيئة الله حنخوض تطبيقات متعددة على، لأنه مهم جدا، يعني مش فقط حنحفظ التعريفات، حنحتاج نقوم بعمل تطبيقات لمعظم التعريفات بمشيئة الله. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.